الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا حول الآيات التي نزلت في رسول الله وآله عليه وعليهم الصلاه والسلام هذه الايات اما نزلت فيهم خاصه او كان تاويلهم كان تاويلها بهم او انها نزلت في رسول الله وجرت في الائمه عليهم الصلاه والسلام او انهم مصاديق لهذه الايه المصداق الابرز من تلك الايات قوله تعالى: ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما. المشركون في مكه انكروا نبوه رسول الله صلى الله عليه واله وكذبوه. وحاربوه اليهود الذين كانوا في المدينة أيضا أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وآله وحاربوه وحاولوا الاتفاق مع المشركين للقضاء على الإسلام منشأوا إنكار المشركين من جهة وإنكار اليهود من جهة أخرى هو الحسد مع انهم كانوا يرون الايات الباهرات، المشركون في مكه راوا معاجز رسول الله صلى الله عليه واله استمعوا الى القران وعلموا انه ليس كلام رسول الله وانما هو كلام الله سبحانه وتعالى، لكن لاجل ان يكذبوا الرسول صلى الله عليه واله قالوا انه سحر، وأيضا رأوا المعاجز الباهرات الأخرى التكوينية، كما انه اسم الرسول صلى الله عليه واله كان مذكورا في التوراة، وأيضا صفاته كانت مذكورة، فلما رأوا اليهود رأوا رسول الله صلى الله عليه واله علموا بانه هو الرسول الموعود لكن انكروه حسدا المشركون كانوا يقولون ان هذا الرجل اذا اقررنا بنبوته فله الفضل علينا وما كانوا يريدون ان يكون لبني هاشم او لرسول الله صلى الله عليه واله ان يكون فضل له عليهم وكذلك اليهود كانوا يتكبرون على الناس لانهم يعتبرون انفسهم شعب الله المختار وكانوا يرون انفسهم افضل من بني اسماعيل لانهم كانوا يرون انفسهم من بني اسحاق وما كانوا يريدون ان يخضعوا لغيرهم فلذلك انكروا نبوه الرسول صلى الله عليه واله. المنطلق الحسد. لهذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وبعد الرسول صلى الله عليه وآله الكثير من الناس من الذين يدعون الإسلام هؤلاء انكروا امامه الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وحاربوهم بل وقتلوهم وهكذا استمر الى الامام الحسن العسكري عليه الصلاه والسلام لماذا حسدا لان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام عليا كانت له فضائل ليست لغيره أم يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على أمير المؤمنين أول من, أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله هاجر الهجرتين جاهد في سبيل الله جهادا ليس له مثيل وله من الفضائل الجمة من العلم والعمل ما ليس لأحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله كانوا يحسدونه على ذلك وكذلك الامام الحسن والامام الحسين وهكذا الى الامام العسكري عليه السلام فالله سبحانه وتعالى اجرى هذه الايه فيهم ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله الله فضل رسوله محمدا فضل محمدا بالرساله، فضله بالعصمه، فضله بكثير من الملكات النفسيه والعمليه. ما ذنب رسول الله صلى الله عليه واله لكي يحسدوه؟ كان المفروض عليهم ان يؤمنوا به ويذعنوا لما اختاره الله سبحانه وتعالى لهم. كان المفروض لهم ان يرضوا بامامه الأئمة عليهم الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي عينهم، هو الذي عينهم لهذا المنصب. هذا لكان خيرا لهم، هذا كان أفضل لهم في الدنيا والآخرة. لكنهم رفضوا ذلك للحسد. الله سبحانه وتعالى يبين حجة لدحض كلامهم. ولبيان انه لا وجه لحسدهم الامر بيد الله انتم اليهود من الذي فضل اجدادكم ابراهيم واسحاق ويوسف وموسى وهارون انتم بنو اسرائيل من الذي فضل اجدادكم؟ الله سبحانه وتعالى الله هو الذي خلق ابراهيم وفضله. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق اسحاق وجعله نبيا. الله سبحانه وتعالى خلق يوسف، خلق موسى، خلق عيسى، خلق انبياء بني اسرائيل وفضلهم على الناس. زين الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان خلق محمدا صلى الله عليه واله واختاره للنبوه. فما ما في وجه اعتراض على امر الله سبحانه وتعالى. وكذلك بالنسبه للائمه عليهم الصلاه والسلام، الله خلقهم وفضلهم، فلماذا تعترضون؟ وكلكم عبيد لله. والله سبحانه وتعالى حكيم. فعليكم ان ترضخوا لامر الله سبحانه وتعالى، لا ان تعترضوا عليه. ولو كانوا يريدون ان يهتدوا لهداهم الله سبحانه وتعالى. لكن المشكلة انهم ما كانوا يريدون ان يهتدوا. فبعضهم قال: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. ولو كان طالب حق لكان يقول: ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه. لو هكذا كان يقول الله كان يهديه لان الهداية بيد الله. لا ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعمل اعتباطا وعبثا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء الله مشيئته ليس اعتباط وانما مشيئته بحكمه ومن حكمته انه الذي يريد ان يهتدي الله سبحانه وتعالى يهديه والذي لا يريد ان يهتدي الله سبحانه وتعالى يضله فإذا الله أضل شخصا فإنما بسوء اختيار ذلك الشخص، وإذا هداه فإنما هو بحسن اختياره. هناك أحاديث في هذا الباب من الكافي الشريف حول أن هذه الآية نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وأعدائه، وجرت في الأئمة عليهم الصلاة والسلام وأعداؤهم وأعدائهم وأعدائهم. مثلا هنا محمد بن الفضيل يسال الامام الرضا عليه الصلاه والسلام او الامام الكاظم عن ابي الحسن عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ قال نحن المحسودون. الايه شانها في رسول الله وجرت في الائمه. في حديث اخر حمران او حمران ابن اعين يقول قلت لابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب فقال النبوة لأن الذي يؤتى الكتاب هو النبي الله سبحانه وتعالى لا, ي... لا يؤتي أحدا كتابا إلا إذا كان نبيا نعم يمكن واحد يكتب كتاب أو يسمع أحاديث من نبي ويكتب كتاب هذا ليس دليلا على النبوة، لكن الكتاب الذي ينزله الله سبحانه وتعالى على انسان فهذا علامة نبوة ذلك الانسان. احنا عندنا كتاب علي عليه الصلاة والسلام، هذا كتاب علي ليس الله سبحانه وتعالى انزله عليه، كلا لان امير المؤمنين عليا لم يكن نبيا وانما هو كلام الرسول صلى الله عليه واله وكتابة امير المؤمنين. يعني الرسول كان يملي وامير المؤمنين يكتب ماذا كان يملي رسول الله صلى الله عليه واله؟ كان يملي الاحكام الشرعيه، فكتاب علي يتضمن جميع الاحكام الشرعيه التي املاها الرسول على امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام. فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب فقال النبوه. قلت والحكمه؟ الفهم والقضاء الحكمة هي من الاحكام ولازم الاحكام وضع الشيء في موضعه كيف يضع الانسان الشيء في موضعه وهو لا يعلم لا يتمكن من وضع الشيء في موضعه الا اذا كان يعلم لذا الحكمه في الله سبحانه وتعالى هي العلم وفي الناس مقدمه الحكمه العلم يعني يكون عالما بمواضع الاشياء وبكيفيه وضع الاشياء في موضعها فيكون حكيما اذا وضع الاشياء في موضعها الفهم والقضاء يعني جانب يرتبط بالعلم اللي هو الفهم الفهم شنو هو الفهم يعني العلم بالامور الدقيقة بباطن الامور الدقيقة التي تحتاج الى اعمال الفكر والعقل. لذا كلمة الفهم لا تطلق على الله سبحانه وتعالى. نقول الله عالم لا نقول فاهم، لماذا؟ لان الفهم يحتاج الى اعمال الفكر. والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لان العلوم عنده سواء، لا فرق بين.. الصعب وغير الصعب فالمرحله الاولى في الحكمه العلم المرحله الثانيه العمل وادق الموارد التي تظهر فيها حكمه الانسان في القضاء لان هناك نزاع في قضايا مختلفه فهذا الانسان اذا عالم يتمكن من القضاء بشكل صحيح واذا جاهل لا يتمكن لذلك الله سبحانه وتعالى في قضية خلافية يقول وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان يعني علمنا هذا العلم كان يحتاج إلى أعمال فكر قضية صعبة قضائية كانت وكلا آتينا حكما وعلما يعني حكم داود أيضا كان صحيح حكم سليمان أيضا كان صحيحا لكن حكم سليمان كان أفضل لأن الحكم الصحيح قد يكون صحيح وقد يكون صحيح وأفضل في قضية أن غنم شخص في الليل دخلت في مزرعة شخص آخر وخربت الزراعة طبعا صاحب الغنم يكون ضامنا لأنه في الليل صاحب الزرع ليس مكلف بحفظ زرع يروح في بيته يستريح صاحب الغنم في الليل مكلف بأن يحفظ أغنامه فلما أتلفت هذه الأغنام زرع ذلك الشخص كان هذا صاحب الأغنام ضامن زين فداود حكم بأي شيء حكم بأنه بمقدار قيمة الزرع التالف هذا صاحب الغنم يعطي من خرفانه مثلا أفرض إذا ألف دينار خسارة بمقدار ألف دينار من الخرفان أفرض مثلا مائة خروف مثلا لكن سليمان حكم بحكم أفضل من هذا الحكم حكم داود صحيح على اليد ما أخذت حتى تؤدي من أتلف مال الغير فهو له ضامن حكم سليمان كيف كان أنه صاحب الزرع ياخذ مجموعة من اغنام صاحب الغنم كعارية يستفيد من حليبها يستفيد من صوفها بمقدار قيمة الزرع التالف، فلما يستوفي القيمة يرجع الاغنام إلى يرجع الغنم إلى صاحبه. بهذه الطريقة وصل صاحب الزرع إلى غرامة زرعه. وصاحب الغنم لا لم يفقد خرفانة رجعت إليه ولو بعد حين فهذا الحكم الثاني أفضل من الحكم الأول لذا الآية قالت وكلا آتينا حكما وعلما زين وفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب يعني النبوة والحكمة الفهم في في يعني العلم والقضاء في الجانب العملي وآتيناهم ملكا عظيما شنو هذا الملك العظيم؟ قال الطاع ليس المقصود من الملك العظيم حكم الدنيا لأن حكم الدنيا لا قيمة له أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول إن إمرتكم هذه أزهد عندي من عراق خنزير في يد مجذوم وفي حديث اخر كان يرقع نعلا قال ان امرتكم هذه اهون عندي من هذه النعل وفي خطبه اخرى كعفطه عنس شنو قيمه الدنيا؟ الدنيا لا قيمه لها لذلك الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا للكفار وللعصاة لأنهم ما لها قيمة. ومن كفر قال: ومن كفر فأمتعه قليلا. الدنيا ما لها قيمة. القيمة للآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. القيمة للآخرة للجنة. لذلك الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على الكفار على المشركين لأن الجنة لها قيمة الكافر المشرك الذي مات كافرا مشركا هذا لا قيمة له لذلك الله سبحانه وتعالى حرم الجنة عليه لأن الله حكيم هذا شيء قيم اللي هو الجنة هذا المشرك ليس له قيمة ما إلى معنى أن هذا المشرك يوضع في الجنة هذا ليس بخلا لا هذا حكمة أنت الآن مثلا من باب المثل رأيت قطة مثلا زين هذه القطة أنت تطعمها من فتات الطعام مما تبقى من الطعام مثلا أما واحد يشتري أجود أنواع اللحوم يعطيها للقطة هذا ما مو حكيم بل هذا قد يكون من مصادق التبذير المحرم لانه ما له لا معنى انه هذا الشيء اللي له قيمه تعطيه مثلا قطه مع انها حيوان الله سبحانه وتعالى امر بعدم ايذائه كما يقول الفقهاء زين الجنة لها قيمة الكافر المشرك لا قيمة له فما إلا معنى أن يدخل في الجنة هذه الدنيا لا قيمة لها لذا الله سبحانه وتعالى أعطاها للعصاة للكفار للمشركين للذين يدعون الألوهية ويتكبرون على الله سبحانه وتعالى لأن ما له قيمة وفي بعض الأحاديث لو كان للدنيا قيمة بمقدار جناح بعوض هي البعوضة شنو قيمتها حتى جناحها يكون لها قيمة لو كان للدنيا قيمة بهذا المقدار لما سقى الله فيها الكافر أبداً فإذا الملك العظيم ليس ملك الدنيا الدنيا ما لها قيمة الملك العظيم الشيء الذي يكون مرتبط بالله سبحانه وتعالى الطاعة يعني الله سبحانه وتعالى شرع الرئاسة التامة في الدين والدنيا لهذا الإنسان سواء الناس قبله أو ما قبله الله شرع له الله أمر الناس بإطاعته هذا هو الملك العظيم. لأن منصب النبوة، منصب الإمامة يرتبط بالله سبحانه وتعالى. وهذا يكون تفضيل لهذا الإنسان. فهذا هو الملك العظيم. لذا في حديث آخر يقول الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام وآتيناهم ملكا عظيما، قال الملك العظيم ان جعل فيهم ائمة من اطاعهم اطاع الله ومن عصاهم عصى الله فهو الملك العظيم هذا هو الملك العظيم فإذا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما زين. النتيجة شنو هو الله سبحانه وتعالى حينما آتى آل إبراهيم الملك العظيم هل أجبر الناس على اتباع ابراهيم وآل ابراهيم كلا إبراهيم لم يحكم كان في بابل في العراق أرادوا أن, يحق أن يحرقوه فهاجر قال إني مهاجر إلى ربي ذهب إلى فلسطين ثم من فلسطين جاء إلى واد غير ذي زرع يعني في مكة إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. إسماعيل، إسحاق ما كان لهم ملكاً. يعقوب لم يكن له ملك. يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام صار لفترة عزيز مصر، لم يكن هو الملك. الملك كان غيره. كان عزيز مصر. كان مطاعاً أيضاً. كلمته نافذه له من الملك الظاهري في مصر، وبعد وفاته ايضا كما في سوره غافر الناس اشركوا بالله سبحانه وتعالى ارتدوا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وهكذا بعد ذلك موسى هارون الله سبحانه وتعالى آتى موسى ملكًا ظاهريًا، لكن هذا كان محدودًا مثلًا في بني إسرائيل بعد نجاتهم من فرعون وقومه، وأيضًا كانوا في التيه إلى أن توفى الله سبحانه وتعالى موسى، وأكثر أنبياء بني إسرائيل لم يحكموا، لكن كان لهم الملك العظيم. الملك العظيم الطاعة رئاسة في الدنيا والدين تشريع من الله يمكن لم يزاولوا الرئاسة في الظاهر لكنها كانت من الله سبحانه وتعالى مشرعة لهم نعم في أنبياء بني إسرائيل داود وسليمان حكما وسليمان حكم حكما كما في الآية الشريفة لا ينبغي لأحد من بعدي لكن نبوته كانت خير له من ملكه على الناس هذا جانب التفضيل لا جانب أنه حاكم على الناس فلذلك الملك العظيم الطاع رسول الله صلى الله عليه وآله نزل عليه ملك من طرف الله سبحانه وتعالى وبيده بيد هذا الملك مفاتيح خزائن السماوات والارض. فقال لرسول الله صلى الله عليه واله: انا مامور ما من قبل الله سبحانه وتعالى ان اسلمك هذه المفاتيح. يعني انت تملك الدنيا بما فيها من ثروات. تريد هذا الشيء الله سبحانه وتعالى هيئه لك. وإذا تريد تكون عبدا رسولا فرسول الله صلى الله عليه وآله رأى جبرائيل يستفسر منه شوف أن الله سبحانه وتعالى صحيح خير هذا تخير تشريفي لكن الله سبحانه وتعالى ماذا يحب أكثر أحيانا الإنسان يخير الله سبحانه وتعالى يخيره لكن احد الجانبين افضل. زين يختار الافضل. الملائكه مثلا في يوم عاشوراء الله سبحانه وتعالى ارسلهم على الامام الحسين، انزلهم عليه لينصروه. ونزلوا ثلاث مرات. زين؟ الله سبحانه وتعالى تشريفا للامام الحسين، اذا تريد الله سبحانه وتعالى يبيد أعداءك عن بكرة أبيهم فهؤلاء الملائكة جاءوا لإبادتهم ولكي ينصروك لكن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام اختار الشهادة لماذا؟ لأنه كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى يرجح هذا الجانب يفضل هذا الجانب فاختار ما يختاره الله سبحانه وتعالى ولو أن الله سبحانه وتعالى خيره زين هذا الملك نزل على رسول الله. انت تريد تصير حاكم على كل الارض وكل ثروات الارض تكون بيدك الله سبحانه وتعالى يهيئ لك ذلك. وتريد تكون عبد رسول الله سبحانه وتعالى ايضا يختار لك ذلك، بس الاختيار لك، فنظر الى جبرائيل. جبرائيل اشار للرسول صلى الله عليه واله ان الله سبحانه وتعالى يفضل ان تكون عبدا رسولا فالرسول خاطب هذا الملك اللي هو مامور خزائن السماوات والارض قال بل عبد رسول اكل يوم فاشبع واجوع يوم لذا رسول الله صلى الله عليه واله حتى في فتره المدينه وحتى بعد فتح خيبر وبعد فتح مكه حيث كثرة الغنائم والمسلمون ازدادت ثروتهم من بعد فقرهم الشديد مع ذلك الرسول صلى الله عليه واله الى اخر حياته كان يعيش كالفقراء وكان يقول الفقر فخري هو الفقر مذموم الفقر سواد الوجه في الدارين لكن بالنسبه الى واحد مثل الرسول اللي هو نبي، وهو حاكم، وتجيء الثروات، مع ذلك يعيش فقيرا، هذا فخر. لأن عادة الحكام لا يفعلون ذلك. ينهبون الثروات، وحتى إذا ما ينهب الثروات، تفرض أنه من الحلال تأتيه. زين؟ يستأثر بها لنفسه. لكن الرسول صلى الله عليه واله حتى الشيء اللي الله خصصه له. الخمس الذي خصصه له واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول مع ذلك هذه الاموال كان يوزعها بين الناس وكان يعيش حياه الفقراء لذا كان فخ له ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما الملك العظيم الطاعة هذا بالنسبة إلى هذه الآية الشريفة وهناك آيات أخرى إن شاء الله في حلقات قادمة ستذكر هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين